قال رئيس الصيني شين جين بينغ إن توسيع بريكس سيضخ زخما جديدا لآلية التعاون في المجموعة. وأضاف بينغ خلال قمة لزعماء دول المجموعة في جوهانسبرغ بجنوب إفريقيا أن توسيع بريكس يعكس عزمها على الوحدة والتعاون. وقررت مجموعة بريكس دعوة 6 دول هي مصر والأرجنتين وإيران وإثيوبيا والسعودية والإمارات للانضمام لعضويتها.